يعني اليوم بس دخلتي هيك بدي اغني لك I'm a Barbie girl. I'm a Barbie girl in a Barbie world. You look amazing, gorgeous, زي العادة. مين ديزاين؟ بتروح فيها دايما بتقولي عني حلو وبحكي. You always do. Thank you. وبهالليلة المميزة حبت مايا تلفت الأنظار كلها باعتمادها a full pink look من تصميم جان لوي سباجي. السنة الماضية تم تكريم مايا بجائزة الفاشن ايكون اوورد، لكن هالسنة اعطوها لباربي اللي كان تيم الأمسية كله على شرفها. Absolutely stunning and amazing, and it's such an honor that the Arab Fashion Council is giving Barbie this award. We're very grateful. واللي كان فخور جدا بحضوره بهالليلة هو مصمم الأزياء لدار موسكينو جيرمي سكوت، اللي حب يعتمد بينك أوتفيت ماتشينج مع البينك كاربت، وتكرم كمان بهاليوم بجائزة الـ Council's Medal of Honor. I thank you to the Arab Fashion Council for having me, and to the lovely people in Dubai for making me feel so very welcome. I love that tuxedo. Thank you. I just thought I would do a little shade of pink in honor of Barbie, of course. Of course, and you look really fabulous. Okay, tell us tonight we're going to see a very beautiful collection in honor of Barbie, of course. Are you excited? I'm super excited. I'm super excited to be here and to see everybody tonight. كل الحضور كان جدا مبسوط إنه عم بيشوف مجموعة موسكينو لايف اللي صممها جيرمي من كم سنة على شرف باربي اللعبة الأيكونيك. الأزياء كان كتير حلو. Yes. All about Barbie and Moschino and Jeremy Scott. He's not a usual designer. جيرمي كمان إنسان عنده جنون بالتصاميم وبالأفكار وما في شيء بيوقفه. بتشوفه من شو بيعمل بتصاميمه إنه nothing can stop him. So and بعتقد he's inspired by lots of things in this life لحتى يعمل هال inventions يعني. She's a lovely person and I love all the kind work that she's done outside of her fashion stuff for goodwill for people, and I think that's the most beautiful thing about her. وجيرمي أيضا التقى بسنثيا سامويل قبل هالإيفنت بليلة وقالت لنا شو حكت له. Actually my first ever designer bag was Moschino. Me too. And I told Jeremy this yesterday actually. حكيت معه وقلت له هذا الشيء. Barbie is a huge part of my childhood, but it's nice to celebrate something that you know it was the birthing of fashion لإلي يعني. وسنثيا وخطيبها آدم بكري مش بس تواجدوا بهالليلة ليحتفلوا بانطلاق Arab Fashion Week، فهي أول مرة بيحضروا حفل مع بعض وبيكونوا كمان هوستس. اليوم إحنا على البينك كاربت وإنتوا يعني ملبقين كتير على بعض. Thank you. يا مقصودة بركة. لو خبرونا شوي أكتر عن اللوك. I love what you're wearing. Thank you. I'm wearing Michael Cinco. It's a very nice, unique design. ولا مرة لبست هيك شيء صراحة، وكنت تعبة لهيك يكون شوي daring. وهو كمان he's wearing like Michael Cinco. آدم خبرنا عن اللوك تاعك. والله أنا رحت معها عشان أشوف فساتين وشفت إنه عنده بدلات وحبيت واخترت مايكل سينكو تمام. حلو، احنا كمان بنقول لكم الف مبروك. ريسنتلي ارتبطتوا، بلشتي تتدخلي بستايله وتقولي له ايش يلبس وشو يعمل؟ هز راسه. احكي لنا، tell us all about yes, it. Yes, yes, yes. But he likes what I do. Okay. صح. He likes what I do. انا بحب ذوقها كثير. Yeah. That's it. طب وانت بتقولها شيء ولا عادي انه خلص؟ I like to take his advice اكيد يعني، بالعكس انه his opinion matters to me كمان وبحب ذوقه هو كمان. بس اللي عم بتغير بستايل ازيائها هي عبير سندر، لانه هي اول مره بتلبس ريد دريس من تصميم ايهاب دريس، وانا حبيت اسالها عن ذكرياتها مع باربي. اتذكر طفولتي كنت دائما ادور على باربي تشبهني. وانا جايه من هنا انبسطت مره لاني قاعده اشوف اشكال الباربيز المختلفه، ومره مره يعني really amazing feeling. قاعده دوبي اقول لواحده من البنات اللي هنا انه كان عندي رف كامل كله باربيز بكل الاشكال، فيعني هذه من جد ايام طفولتي كلها رجعت. تتذكري هيك ميموريز من وانت صغيره بتجمعك بباربي؟ زي قصه هيك كل يوم جمعه كان والدي بياخدني انا واختي ونروح نشتري نيو باربي كل يوم جمعه، قعدت كده سنتين. Girl كل جمعة عندك باربي؟ I had to wait من العيد للعيد. I was spoiled. وشكلها مهيرة أيضا كانت spoiled هي وصغيرة بما أنها أصغر إخوتها، فهي من عشاق باربي واعتمدت إحدى اللوكس بهاليوم. I love the makeup, wake all snatched لفوق. I love it. طيب خبرينا أنتي ما زهقتي red carpets و pink carpets من الجونة directly لهون لدبي؟ أنا بدي أعرف هيك كيف إحساسك وأنتي كل يوم عم تتحضري للريد كاربت؟ صراحة متعب، بس
شوفي انا بالجونه انا ما حضرت كل الريد كاربتس بسبب هالموضوع، لانه ما كان عندي القدره اني كل يوم كل يوم احضر ريد كاربتس. بعدين انا كان عندي شغل اون ذا سايد، يعني عملت انترفيو مع نجيب ساويرس، انا اي مودريتد سيشن عن موضوع الازياء في عالم الفيلم او فيلم ان ذا فاشن وورلد، فكان عندي اكتيفيتيز يعني مصاحبه للمهرجان. ونور الغندور حبت تعتمد ان افورتليس لوك مع ميك اب وشعر بسيط، وحبيت استغل وجودها معي واعرف اجدد مشاريعها بالمستقبل. I know and know for a fact عندك شيء على شاهد VIP coming up very soon، بس لسه ما بلشتي تصوير. هنبدا تصوير ان شاء الله في نوفمبر، هيكون في جورجيا. اكشن شويه، يعني نخرج من الدراما، والرول جديد يعني اول مره اقدمه، هيبقى في اكشن سينز، يعني ان شاء الله يكون حاجه كويسه، مكتوب حلو قوي، ومتأكدة ان الاخراج برضه هيلعب دور كبير قوي، واحنا ام وركينج على الكاركتر. بما انه اكشن فيزيكلي عم تتجهزي لهالدور، عم بتروحي على الجيم، في تريننج معين عم تعملي؟ والله لسه يعني I still didn't work on it، كنت بشتغل على السكريبت الاول وعلى تحليل الشخصيه وكل الحاجات دي، ودلوقتي ان شاء الله هبدا فيزيكلي اتجهز.